في امستردام بهدف للصربين ياتوفيتش. بداية المباراة الأولى لطبعا دور ربع النهائي في مجموعة المباراتين، من من الكبيرين يواصل ومن من الكبيرين كذلك يودع دوري أبطال أوروبا؟ هذا السؤال المطروح الآن، لكن المباراة تنطلق والحسابات اللي كانت مجرد حسابات ومجرد توقعات قبل المباراة، ألابا يبدأ بجول. جول أول 20 ثانية، تأتي بهدف ألماني، تأتي بهدف ألماني نمساوي من مسافة بعيدة على بوفون. ما في أفضل من هالبداية لبايرن ميونخ، ما في أفضل من هالبداية لبايرن ميونخ. بعدها بيرلو وصلت إلى كروس، التسديدة مرت خادعة واستقرت في شباك بوفون. هدف المباراة الأول، واحدا من أسرع أهداف. هنا محاولة قائمة الآن، خطيرة خطيرة خطيرة، هدف ثاني، هدف ثاني، نعم جول ثاني للفريق الألماني على غير العادة، بتطيح من يد بوفون، تطيح من يد بوفون، وتأتي المتابعة. مولر يتابع، مولر يتابع، جوستافو سدد من مسافة كانت بعيدة، نعم، والكرة بتطيح من يد بوفون. متابعة من ماريو، ماريو مانزوكيت هو اللي تابع الكرة الماضية، مانزوكيت الكرواتي أرسلها في المكان السهل لتوماس مولر. مولر يأتي الآن ويسجل هدف ثاني لبايرن ميونخ. صارت مهمة بايرن ميونخ الآن أفضل، ومهمة اليوفنتوس أصعب، لأن الفريق الألماني يتقدم.